التكريم ديالي اليوم في مهرجان افريقي انما هو تكريم لمسار مهني كيمتد تقريبا لثلاثه عقود في جميع قنوات الشركه الوطنيه لاذاعه التلفازه، في القناه الاولى، في قناه العيون، في القناه الامازيغيه، وهو كذلك حصيله لمجموعه من البرامج اللي يمكن تزيد على 20 برنامج بما فيه سهرات فنيه، بما فيه برامج ترفيهيه، بما فيه برامج تثقيفيه. ونبغي بالمناسبه ان نشكر جميع اعضاء الجمعيه اللي سهرت على هذه التظاهره هذه، واللي نبغي نقول ان اليوم الاول هذا وكانت تظاهره ناجحه بكل المقاييس.